مسيح سميتي زهير مغربي ومسيحي. أنا شخص تربى في أسرة مسلمة محافظة، وكان أبي يعلم الإسلام وكان إمام بأحد المساجد آنذاك، وهو موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فكان لي الحظ أن أتعلم الإسلام بكل تفاصيله منذ الصغر. أنا كنت أعرف ابن كثير والقرطبي والجلالين وأنا في سن السابعة، فكان لي الحظ يعني عن طريق أبي أن أتعلم الإسلام وأن أتعلم تفاصيل الإسلام. فكان من السهل أن أقارن بين الإسلام وديانات أخرى مثل اليهودية والمسيحية وغيرها. فعندما كبرت وصلت سن الرشد ووصلت يعني وصلت إلى أن أبحث أكثر وأتعلم أكثر، فسمعت عن المسيحية واليهودية فعملت مقارنة بين المسيحية واليهودية والإسلام، واستغرق ذلك يعني آنذاك سنوات حتى أكتشف أن الديانة الأقرب إلى منطقي والديانة التي ارتحت إليها هي المسيحية. فارتحت في المسيحية ووجدت دين تسامح ودين محبة، فاخترت المسيحية. أنا لا أريد أن أتكلم في الإسلام احتراما للمسلمين، لا أريد أن أنقض ديانتهم، ما عدا أن شخص المسيح أثر في منذ ولادته إلى أن صعد إلى السماء، والإسلام لا ينكر صعوده إلى السماء، فهو شخصية يعني محبوبة من كل الأديان، لا في اليهودية أو لا في المسيحية ولا في الإسلام. فحتى الإسلام يقدس شخصية المسيح ويعترف بأنها شخصية مرفوعة من يعني من دون الأنبياء. فأنا شخصية المسيح أثرت فيه، فكان شهادة حية، كان يصنع السلام والمحبة في هذه الأرض وكان لا يدين الناس. فشخصية المسيح هي من جذبتني للمسيحية أولا. We'll be right back.